الحمد لله، يعني شرحت الموضوع بصراحة، يعني أنا أشكرك عليه، لأنه أنا هو هذا طلبي، أنه المراجع مثل حضرتكم الله يحفظكم، أنه تساعدونا بموضوع إيصال هذه الرسالة عن طريقكم إلى المواطن اللي ما يعرف، ما يفقه المشكلة، ويجي هذا عنده في قلبه أنه معقول أحد يمنعني من زيارة الإمام الكاظم عليه السلام؟ مو سهلة. فهذا هنا تجي موقع، يعني إمكانياتكم الدينية الإعلامية تساعدون به. الحقيقة هي المصلحة هي كلها العملية، فإذا شوية ارتفعت درجات الحرارة إحنا إن شاء الله نخلص منها. فهذا هو طلبي سيدي، وأنت الحمد لله يعني تفضلت به، إنه كيف نتعاون إحنا معاكم. إحنا الإمكانياتنا سيدي إذا لا سمح الله انتشر مثل إيران ما عندنا إمكانية. إحنا حسب تقسيم الصحة الدولية العراق رقم 176، يعني إحنا قريب الصومال، بينما إيران رقمها 80. الدول العالم يعني إيطاليا رقم 1، فإذا رقم 1 يعني تفلشت، يعني حتى الحكومة ما لها تصوره. إيران رقمها 80 اللي هي تقريبا 100 درجة أعلى من عندنا، تعبت. فأنا إمكانيتي جدا ضعيفة حقيقة من كافة النواحي، حتى فلوس طلبنا من الحكومة العراقية أنه تعطينا 5 ملايين دولار، لأن كان عندنا مشكلة صارت في كركوك ما حصلت لي حد الآن، صار قريب الشهر. طلبنا طوارئ ماكو، لأن إحنا دولة تصريف أعمال، النفط نزل سعره، ميزانية الدولة في حالة صعبة. قابلت أنا المسؤولين، الأخ عادل عبد المهدي مشكورا، والأخ فؤاد حسين مشكور، الكل يسعى أنه يعاوننا بس ماكو فلوس، وإحنا في حالة جدا صعبة. أي زيادة لا سمح الله في عدد المرضى، ما أعتقد لا وزارة صحة ولا صحة دولية ولا أحد راح يقدر، يعني إذا صار بينا مثل اللي صار في إيران يعني كارثة.